مرحبا أصدقائي. أشياء غريبة تقع فقط في روسيا. أولا، جرعة زائدة من الكافيار. الروسيون مشهورون بحبهم للفودكا كما تظهر الصورة، إنهم يعشقون الكافيار. هذه الصورة تظهر الرجل وهو يأكل صندوقا من الكافيار باستخدام ملعقة، وهو شيء لن تراه إلا في روسيا. ثانيا، التقاط صور سيلفي مع الدبابة. لا يوجد مشكلة من أن ترى دبا من وقت لآخر في أحد الغابات، ولكن المعتاد أن تقوم بالهرب منه. ولكن في هذه الصورة نجد هذه الفتاة تحاول التقاط سيلفي مع هذا الدب. في الصورة الأولى يبدو كما لو كانت تحاول التصور مع كلب ضخم. في الصورة التالية يبدو الدب كما لو كان يحاول أن يأكل وجهها. في الصورة الثالثة يمكنك رؤية أسنان الحيوان، والفتاة ما زالت لا يبدو عليها الرعب. ثالثا، حمام الشمس، ركوب الأمواج وركوب الأحصنة. لو ذهبت إلى الشاطئ في يوم حار ستجد من يأخذ حمام الشمس ومن يركب الأمواج والبعض يركب الأحصنة، ولكن لا تنتظر الأيام الحارة لتفعل هذا. فكما ترى في هذه الصورة الثلج متساقط على الأرض وعلى المياه، ولكن يبدو أن أيا من الثلاثة أشخاص منزعجون. رابعا، مراهقة أخرى مع دب. صورة أخرى لفتاة مع دب، وهو ما يجعلك تتساءل لماذا لا يخاف الروس من الدبابة. الفتاة تستلقي على الدب على الثلج وهي ترتدي ملابس سباحة. هناك أمر غريب يحدث في هذه الصورة، ولكن هناك أمر غريب يحدث في روسيا. خامسا، النسخة الروسية من حوض الاستحمام الساخن. في الولايات المتحدة حوض الاستحمام الساخن مصنوع من البلاستيك أو الفايبر من أجل أن تحتفظ بالماء الساخن. هذه العائلة الروسية لديها فكرتها الخاصة عندما يتعلق الأمر بحوض الاستحمام. يبدو أنهم يجلسون داخل وعاء وتحتهم نار لتبقي المياه ساخنة، شيء ستراه فقط في روسيا. سادسا، مشهد مرعب للغاية. معظم الأشخاص لن يعرضوا أنفسهم لموقف حيث يسقطون، وقد يتعرضون للوفاة، ومن يفعلون ذلك لن يشربوا الكحوليات، وهم معلقين على ارتفاع الآلاف من الأقدام، ولكن هذان الرجلان يبدو عليهم الاستمتاع الشديد على هذا الارتفاع. سابعا، ما الذي يفعلونه؟ في الولايات المتحدة ليس أمر غريب أن تجد شخصا يقوم بتنزه مع كلبه في الطرقات. هذه الصورة تم تصويرها في روسيا، والنساء لا تنزه الكلاب بل ينزهون مكواهم. لا أحد يعرف السبب، ولكنه بالتأكيد شيء آخر غريب للغاية مما يحدث في روسيا. ثامنا، الانتقال بمسدس. عندما تركب قطارا في روسيا يجب أن تتيقظ لما حولك بسبب معدل الجريمة المرتفع، ولكن يبدو أن الأمور أسوأ مما نعتقد. فهذه السيدة تحمل معها بندقية. تاسعا، العروس الروسية. ترغب الكثير من النساء يوم زفافهم أن يبدو جميلات، ولكن هذه الصورة لعروس روسية والتي بدلا من أن ترتدي حذاء رقيقا أبيضا بكعب عالي تقوم بارتداء حذاء أسود برقبة عالية. كما قررت أن تشرب سيجارة وخمر وتجلس فاتحة ساقها كالرجال في أحد أهم أيام حياتها. عاشرا، روسيا شديدة البرودة. ليس سرا أن الطقس في روسيا شديد البرودة، بل يصبح شديد البرودة حتى أن الحرارة في السيارة لا تصبح كافية على الإطلاق. هذا الرجل رغب في التأكد من أن تكون الحرارة دائما دافئة، فقام بإضافة فرن في الجزء الأمامي من السيارة، حتى أنه أضاف مدخنة على السيارة حتى لا تمتلئ السيارة بالدخان. هذا ليس شيء ستراه في أي مكان آخر في العالم. 11، ثلاث روس غريب الأطوار. هذه الصور الثلاثة غريبة للغاية. الأولى لرجل روسي يمتضي دب. معظم الناس لن تقترب من الدبابة، فما بالك أن تركبهم كوسيلة مواصلات. الصورة الثانية تعود لفتاة تذهب لفصلها الدراسي بحقيبة الظهر. المشكلة هنا في ملابسها المكشوفة التي ترتديها. الصورة الثالثة لن تحتاج إلى شرح، يكفي أن تنظر إليها لتدرك أنها غريبة. اشترك من أجل المزيد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.